هللو يوم ياثا قبول أخني وخراب بشينا لهدر توخن وشارك توخن عمن دمزيخ اختخارت أربي وأربا شنة وشد أستت زوعة بمقرضايا أخرايا راب بشينا بم يقرو توخن وإتلان صورة موريت عمن أدعناتها بالسيمة عم خرزت هان يوم أدخوي شيني من مملة بشخياتها رقدة وزمنياتها بالسيمة قالت أمانا المخبب راب بشينا بكل أخن إنا من قام شورخ خرزن والد تخرخ الآن يتبخلوا الدمة قدالين مطلوا سبوطن هيايوتن يولوا الخيي دوخة بودخاتت أخنا خايخ بخيروتا آن يدروخي أمينا إيد خيتي لعمن وكيوالن جرأة وخيلة هلخخ وتممخ الميزرتي اللي قارة دروخاتت سهدن بريرة لاضخ من يقروتوخن كليتا دقيقة شتقة بسي مرابط قروية قلبه وطشمه وشويقتش زرينه خبر زرعة بعبرة كهينة بيت نهر من دقلة وبرات وخويطة عم دمة سهدة مشتالن هاوبر زرعة ورويلة وبشلة إيلانة وبرزلة البعوة كلها بريتا ويولد عنياثة شمينة قابن أن بعوة بشلون رخقة من غضادة إينا إنا يدعيت إنا بعوة خائلانا كلينا وسنيدة بخا عقرة آها إلى إلانة زوعة أرخن يديدة هدية بهاوخ عمملة مكتوى سياسية زوعة ديمقراطية آثوراية تبنيتة إسكندنافيا دقيلة خامن أني بعوة إلانة زوعة مملة مقرولة قاتن يقرأ سرقون نيكولا مشتألانة تبنيتة إسكندنافيا زوعة ديمقراطية آثوراية بقدن لويا كن شمريخة شلانا لوخن شمت زوعة ديمقراطية طوراية شمت زوعة ديمقراطية بنيت الاسكندنافيا قابو لوخن ايوخ شينا اتلن قبل طيبوتا من نوخن الشوتو بتوخن عمان قاو الدها يوم ربا وبريخة يوم مولاد الزوعة ديمقراطية طوراية بتخارت أربي أربا شنة من ميزلت بنوشيتا قاود أطرى دواهاتن بتنهرين خبيهم بخلت أخذ شدون مريا قالي له البسين مملد مكتوى بوليتقايا ديمقراطايا أطورايا زوعة مقرون النقاط يأخذ لشان الأربي بيان لمناسبة الذكرى 44 لتأسيس حركتنا الديمقراطية الآشورية زوعة. تستقبل حركتنا الديمقراطية الآشورية زوعة في 12 من نيسان الذكرى 44 لتأسيسها وانطلاقها في نيسان 1979 يوم عقدت قيادتها العزم على التصدي للواقع المؤلم الذي كانت تمر به البلاد وبالأخص شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في ظل طغيان ودكتاتورية النظام البائد الذي كان قد زرع الرعب والإحباط في عموم البلاد. في ظل هكذا ظروف صعبة تحدت حركتنا الديمقراطية الآشورية الظروف وبإمكانات شعبنا المتواضعة وبإيمان راسخ لتواجه أعتى دكتاتوريات العصر غير آبها بالتضحيات الجسام التي على الحركة تقديمها إلى جانب بقية فصائل المعارضة العراقية من أجل غد أفضل لشعبنا ووطننا ولتحقيق مطالبنا المشروعة في الحرية والديمقراطية والإقرار بوجودنا القومي في الوطن ولغياب الحريات والسبل السلمية للنضال كان خيار حركتنا هو الوقوف إلى جانب بقية الفصائل في الكفاح ضد النظام الدكتاتوري منذ 15 من نيسان 1982 وقدمت حركتنا تضحيات جسيمة في سوح النضال والتي توجد بكوكب من الشهداء سواء في سجون النظام الدكتاتوري أو في
في ساحات الكفاح، شهداءنا الذين سقطوا على مذبح حرية شعبنا ووجوده وحقوقه المشروعة في دهوك وأربيل وكركوك ونينوى وبغداد والبصرة، حيث خاضت حركتنا نضالها إلى جانب بقية الفصائل بدءا من انتفاضة 1991 وتأسيس تجربة إقليم كردستان العراق، وبعدها العملية السياسية في بغداد، سقوط الدكتاتورية عام 2003، فمقارعة داعش والمساهمة في تحرير بلداتنا في سهل نينوى بمشاركة وحدات حماية سهل نينوى MPU. وبهذه المناسبة حري بنا أن نشير إلى تحقيق الكثير من المكتسبات دستوريا مما كنا نناضل من أجله أو يحلم به شعبنا العراقي، إلا أنه من المؤسف أن نقول بأن الكتل السياسية المهيمنة بعد التغيير لم تلتزم بمضامين الدستور التي أكدت على الحقوق والحريات وغيرها من المبادئ، وتفشت ظواهر الفساد والاستئثار بالسلطة، وبالتالي ضعف سلطة القانون التي كانت أحد الأسباب المباشرة لاستشراء مجموعات خارجة عن القانون لتعيث في الأرض فسادا، وتلكؤ حركة التنمية والتطور في البلاد، وضعف سلطة القانون وغياب العدالة الاجتماعية التي زرعت خيبة الأمل لدى المواطن وخلقت بيئة طاردة، مما جعل عشرات الآلاف من العوائل من شعبنا يكون خيارها الهجرة، وبالتالي التغيير الديموغرافي في مناطق عديدة من البلاد لتقترب من سياسات التطهير العرقي للأقليات القومية، بالإضافة إلى بعض القوانين التي تعتبر خرقاً للدستور ولا تتفق مع مبادئ الشراكة والمواطنة، وآخرها المادة 14 من قانون وإرادات البلديات، ومن ثم قانون الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات الذي تم تصميمه بمنهجية مصادرة إرادة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في انتخاب ممثليه للمجالس. وبهذه المناسبة القومية الوطنية نناشد شركائنا في الوطن مراجعة مواقفهم وممارساتهم تجاه حقوق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري وبقية الشركاء من اليزيدية والصابئة المندائيين والأرمن، مطالبين الالتزام بمبادئ الدستور التي تحمي حقوقنا وشراكتنا الوطنية وتلجم فساد وطغيان المجموعات الطارئة التي تسيء إلى الدولة وإلى العلاقات التاريخية بين مكونات المجتمع العراقي، وأن مسيرة رأس السنة البابلية الآشورية 6773 كانت رسالة للجميع لتؤكد شرعية التمثيل من عدمها، رغم تعرض حركتنا إلى سياسات وممارسات لا ديمقراطية والإقصاء بشتى الطرق من قبل المستأثرين بالسلطة، بدءا من تمكين جماعة طارئة لا مكان لها في المجتمع للاستيلاء على قيادة قوات وحدات حماية سهل نينوى وابعادها عن مرجعياتها الحقيقية، ومرورا بمصادرة إرادة شعبنا في انتخاب ممثليه للبرلمان، وقبلها المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة. وعلى الصعيد القومي فإن حركتنا كانت وستبقى حريصة على مساعيها لرص الصفوف ويادين ممدود العمل المشترك للتنظيمات الحريصة على المصلحة القومية وتمتلك قرارها وإرادتها. ختاما نعاهد شعبنا وشهدائنا الأبرار على الثبات على نهجنا في وحدتنا القومية بمختلف تسمياتنا الكلدانية السريانية الآشورية، والنضال والثبات على نهجنا الوطني والسعي لتحقيق العدالة والديمقراطية والمساواة بالمواطنة وبناء الدولة المدنية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الحركة الديمقراطية الآشورية زوعة بغداد 10 نيسان 2023. شكرا لكم. مرحبا ويا سرقو. وصلتنا عدد من برقيات التهنئة بهذه المناسبة، نقرأ لحضراتكم البرقيات. الأخوة في الحركة الديمقراطية الآشورية في السويد المحترمون، رفاقكم في حزب بين نهرين الديمقراطي يهنئون قادة الحركة
وكافة كوادره الأعزاء بمناسبة ذكرى 44 لتأسيس الحركة الديمقراطية الآشورية، والتي جاء تأسيسها مطلبا من أبناء شعبنا الذي مر في ظروف قاسية، وبالأخص الطبقة المثقفة الواعية لقضيتنا الوطنية الآشورية. وها نحن طالبين من الله تعالى بجهودكم وجهودنا أن نتعاون معا بقلب صلب ويدا واحدة لتحقيق مطالب شعبنا البي، وأن يحل السلام والرفاهية والديمقراطية الحقيقية في آن الوطن العراق العزيز. المجد والخلود الذين بذروا دماءهم لقضيتنا الوطنية ولأرض الوطن. حزب النهرين الديمقراطي فرق ستوكهولم. البرقية الثانية هي من المرصد الآشوري لحقوق الإنسان. تحية قومية وبعد، يسرنا في مجلس إدارة المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بتقديم التهاني الخالصة لكم ومن خلالكم لكل كوادر وقواعد ومناصري الحركة الديمقراطية الآشورية في الوطن وبلاد الانتشار. بمناسبة ذكرى 44 على تأسيس حركتكم، هذه الحركة القومية والوطنية التي لعبت دورا في تاريخ شعبنا الحديث في العراق من خلال نضال أعضائها وتضحياتهم في وجه الاستبداد والديكتاتورية، ولاحقا التطرف والإرهاب، وذلك في سبيل تثبيت حقوق ووجود شعبنا الكلداني السرياني الآشوري المسيحي في العراق. يأتي احتفالكم في هذا العام وسط مطالباتكم ونضالكم إلى جانب عدد من أحزابنا القومية في العراق بوجه كل من يحاول مصادرة تمثيل شعبنا وحضوره في مواقع صنع القرار في الدولة العراقية. وبهذه المناسبة نعرب عن تضامننا معكم في نضالكم وصولاً لتصحيح التمثيل والحضور الكلداني السرياني الآشوري المسيحي في البرلمان العراقي وسائر مؤسسات الدولة العراقية. مرة أخرى نهنئكم ونتمنى لحركتكم العريقة دوام التقدم والازدهار والاستمرارية لما فيه خير شعبنا وقضاياه العادلة والمحقة، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها شعبنا في العراق وسائر دول الشرق الأوسط أزمة وجودية حقيقية تهدد حضوره التاريخي والحضاري في أراضيه التاريخية. مع المودة والتقدير، المرصد الآشوري لحقوق الإنسان. والبرقية الثالثة، الرفيقات ورفاق الأعزاء في حركة الديمقراطية الآشورية قاطع اسكندنافيا، تحية رفاقية. بعيد الميلاد 44 لتأسيس الحركة الديمقراطية الآشورية، يسرنا أن نتقدم من خلالكم بالتهنئة الخالصة والقلبية لسائر كوادر وأعضاء الحركة وجماهيرها، مع أطيب الأمنيات بتحقيق المزيد من التقدم والرقي للشعب الكلداني السرياني الآشوري، والذي يمتد تاريخه في عراقنا الجميل إلى أكثر من 6000 سنة، أي مع بداية نشوء وتأسيس الحياة المدنية في بلاد وادي الرافدين. الرفيقات الرفاق الأعزاء في ظل الظروف الحالية حيث تهيمن قوة المحاصصة على مجلس النواب، يتطلب العمل بجدية على تجميع الأحزاب والقوى المدنية والديمقراطية والعلمانية لتحقيق التغيير الشامل وبناء تحالفات واصطفافات شعبية وطبقية ووطنية، والمشاركة في الانتخابات باعتبارها إحدى رافعات وآليات التغيير المنشود، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. عاشت ذكرى 44 لتأسيس الحركة الديمقراطية الآشورية، وليعيش الشعب العراقي بجميع قومياته المتآخية المجد والخلود لشهداء الحركة الديمقراطية الآشورية وجميع شهداء الحركة الوطنية العراقية، منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد. شكرا لكل من راسل وهنأ حركتنا بهذه المناسبة. دايم اديوم بنونة أمتا مسقن شوخة، اديوم إيلة ترسر بنيسا يوم بريخة، يوم ولادة هو باروقا يوم دنخة، مولد سوعة بهرت أرخن هاو نصيخة. أرخن يديدة هذه باوخ عن مملة مكتوى سياساية زوعة ديمقراطية آثورايا قاريلة قاتن ملبانا يلدى مروغل بلشانس ديما سويد.
السلام عليكم أخي جديدة من دي خمايا مقروبة بخبوبة طيبوتها قا شركت أخن منها وإلى خاي قارة قورة قارن خد كل أخن شتوبيتو منها شركتو منها دو دوا أتعيدا أمر خلي أبو زوياخا أربي أربا شدنا شد السزوا نيوم تيم يقرأ من قام أربي أربا شدنا يعني ترست نيسان ألبا وتشمو شوي إبجا خدش علي من خيره مردن اني جميل جو خامن متواتد اطرا جو قرب يطعلا طاما قطيلو بسقنو قطيلو قد شتسي خا زوء بوليتيقايا يعني خا حركة سياسية وشمت دو دي حركة سياسية او زوء بشتقلية زوء ديمقراطية اطرايا ايوة ترسل بنيسان البوتسمو شويتو من قام اربي اربشنة أخو بأم تنايت إتوالاً بخازخ مالي جو دوراشاً جو زمرياتاً جو شيري جو قصة تتكتوي وطونياتي جو نوها جو عاطفة أم تايوتا إيوا جو عاطفة جو تخمنياتي جو رينيو إلا برشت إسلي زوعة كل أن التخمنيات إيوا أخشي جو شيري وجو زمرياتي وجو نوها دي عاطفة دي آني بشتو متلقارة بشتو مقش منه بشتو تجسيد ويدا شد إسلي زوعة من قم أربي أربشنا شوريلا مزالتا ديا يعني مسيرة ديا شوريلا مزالتنا غنيتا شوريلا وأي مزالتا أي وقا شقلت صدقة أمتا أها مزالتا أي مسيرة أو برادي خلنا بسويدي ليوا شوية أي ورخ ليوا شوية بوردة شوية بكتوة ودمعة ودمة وجنجارة ليوا ربها السنة وأهم يزلت شو تبلو جاوا بني أمتن وهازري وأني قد طينا وسقيبو الخاص صليوا الطينا والخاص وهازري وقد بختا وخازيتو الجو ميزلت أربي أربش إنه خجمة منه شقلو كليل السهدوتا شقلو كليل السهدوتا طيبة ما يقرأ زوء بريالة من مربعة أمتن من رحمة أمتن بريت الزوء إلى مقشمنتا إلى تجسيد تجسيد قدن ردوبيا قدوز لميا قدوز سوبالا أن معانات تغزيلة أمتن جو تشعيتو يا رخطة تلقى البوش تمشنة هانا ودين من بلتد نينو يا مرخلا اشتمو ترسل خمشيخة بلتد باول خمشمو تلايتشا خمشيخة وشد است الزوعة إلى أو برقالة سهدة تنبلو جو سيفو البوتشمو خمشسر سيميلة البوتشمو تلايطلا سورية البوتشمو اشتيتش أرخي يديدة خامن نيش الزوعة من شد استه إي وقت أمتن شركاوة جو شقلتت بسقانة بالضغط العراق برد مبلت الصدام خاني شو إيوة أول قمايات الدواء من دليتوتا يعني قد أخني الشركة جو شقلت قرارات بدعتي العراق مستقبل العراق قالت هاوين أيومة جو أن شو تاسي الدين آنش قال قرارات قطوصة جو برلمان بغداد أو جو برلمان أقليمة أخ زوء أخني إن أطبا شبترا قد أن هل بد أخني سكاية ديا يعني أمنيات ديا يوزودا خمسة كرسية اينا قم هاوينا خمسة كرسية جو خليما خمسة جو بغدا وزوعة هالبد جاروبنا ان كتليات قورة قبي قورة ان جو خليما ان جو بغدا قد بخا ارخا شقليلو ان كرسية التفاف ودلدنا خمسة كرسية دينا يو قالا واخني اتوانا باعوتا واي باعوتا بش تكتوتا من زوء خمسة جب أربعة جب باخلطة يعني هنا كلها خمسة جب أي باعوتة أي ومطلب إيوة قد بني أمتن آني بجابي قيوم الجاني آني بجابي قيوم الجاني قا برلمان أقليم وقا برلمان بغداد أو إيوة نيشا وأن خمسة جب أربعة منه زوء خمسة شذور باعوتة قا برلمان عراق أوكي
إنا قلت باشم توا لا مش ميلو دوا بنتي يعني هو بعوت مقروانا لا مش ميلو شق من أن خمسة جبه شو ما ترى بوليت أيتات بريشة عدة كناس أب أنا كتولو هل أي أجر طب دم يد أي دينا شو ضرخ خمسة جبه شو ضرو لم غزيلو خاي الصيبوتا خا اهتمام لقى أجريات الشو مطربوليتا ولقى أجريات الخمسة جبه اتلا خم دي خينا أن القاتل المدخول دي كله من تيب الأخرى اتخدم جاربيات من بناء أمتان باي زرع بولاغة جو أمتان أن نطلع شمانت إتلان شما أطرايا كلدايا سريايا باي ما بالخير أن شمانة قد من كل شما باي ترسي خا خدا أمتان أن برسوقة لينا ما توا إيقارة قا استخصت أمتا ديلايات أمتا مقومات القومية إتلن إخ خدا تشعيتا خالي الشانا خدا هيمانوتا خدا أرقا خا خلقا مشوت با مصير مشترك ويادي مشوت با كل مدي مشوت با لين أخزايو أن من ديانة إتلن مشتركة باي من كل شما ترصي خدا أمتا قد هاوية رابة هشتر هاوية زهيرة هاوية هشتر تلا بيشخ بيشخ قنية بدنا طروحات قد بنينا الإسية لشعبية على أسس مزيفة زيفانة إن أنا جاربية تتوادنا أنا جاربية تتوادنا أنا فرصوك تلغي أمتن إت قالوا بونايا إت نجوا ما نجوب لك قدمنا ما نجوب لك إيمت ميزلت تخب نيسا شروك لبنونة أمتن من كل شمانة تأشيتا شروك له خب نيسا من كل شمانة تلبر شنيا أو إيوة خب هنايا قداني باي زري بولاها خرطة أبسه دف زواين شقلكو دم مدينة شبيخة إنم إيتاتي بريشة أب أوا إلى خب هنايا قان باي من خدا أمتا ترسي طلاع مواته جو براكتا بتمرف زاخوتا الصوت عن أمتانيتا كينتا زواء ديمقراطية أتورايا بنيت اسكندنافيا ترس سنيسا اشتارب الشو موشا ويطلع بس إيمان الله بقى هيرخى برقة شمية تلب للطورة معمقة لبة ومن جو صدرة جوال النورة نورة طلومية تشنة ودارة دي وضميرة زديلة دجمن لهاد خيومة لي ونطيرة أرخن يديدة قد بهاوخ عم مملت بنيتة اسكندنافيا تزوع ديمقراطية آثورايا بلشانة سويدايا مقريا لقاتن لويثا زينة بابا جان فقدوا لويثا شلاما شارع يستر فوشتيا بيرم بشفت أميا أم يا يور لي تفيل نار يا ليسا فرد يا لي تسترسي يسكا ليسا أودت أسيرسكا ديمقراطيسكا ريرسن بوس فنسكا أسيرسكا ديمقراطيسكا ريرسن فورتي أوش داك في ويل ويلكم نائر مئات فوشتو فرمست ونسكا إير ألا en glad påsk och en tid för reflektion, hopp, samhörighet och gemenskap. För 44 år sedan, den 12 april 1979, samlades en grupp assyrier från olika delar av Irak i en av våra byar för att besluta om en politisk rörelse som skulle bildas för att kämpa för vårt folks rättigheter. Och denna rörelse kallades Assyriska demokratiska rörelsen. För 40 år sedan var nationella känslor bland folket levande i dikt, konst, musik, diskussioner och idéer som förverkligades i praktiken och handlingar efter bildande av ADR. För 44 år sedan började kampen för våra nationella politiska rättigheter och denna kampens
väg bannades inte med rosor, utan det var blod, svett, tårar och lidande. Och i denna kamp bar de sina kors och var beredda att offra sig. Och en del blev krönta martyrskap, och denna kamp fortsätter än idag. ADR-bildande föddes ur en nödvändighet som ett svar på förtrycket, lidande och massakrer som drabbade vårt folk under en lång period i historien. ADRs bildande var ett rop för martyrer som dog under sig på 1915, Semele 1933 och Soria 1969. Kära Ester, redan från början hade ADR fortsatt att vi skulle ha en del i beslutande och verkställande organ i den eventuella irakiska regeringen efter Saddams kollaps. För att förverkliga detta måste vårt folk ha rätt att nominera, rösta och välja vårt folks representanter. Efter ADRs långa kamp fick vårt folk 5 mandat i det regionala parlamentet och det irakiska parlamentet, trots att vår ambition är mer än 5 mandat. Men de stora och inflytelserika partierna började att på olika sätt ta ifrån oss dessa 5 mandat. ADR kämpar för att sätta stopp för denna oetiska handling. ADR lyckades med hjälp av 4 andra assyriska partier skriva ett brev med krav att endast vårt folk ska rösta fram vilka våra nominerade personer ska vara, inte andra folkgrupper, araber, kurder, turkmaner. De som nomineras av de starka icke-assyriska kaldiska syrianska partier kan inte representera vårt folk rättmätigt. Samtidigt skrev även 7 kyrkoledare liknande kravbrev till Iraks regeringen, men tyvärr tillgodosågs inte breven alls. Zawa kamp fortsätter tills vi kan stoppa detta beslagstagande av mandat. De senaste åren försöker vissa skapa konflikter och splittring i vårt folk genom att skapa 3 olika folkgrupper baserade på benämningen eller församlingstillhörighet, utan hänsyn till vår gemensamma historia, tradition, kultur, språk och geografiska områden. Men vårt folk som aktivt deltar i den årliga sammankomsten och första Nissan-paraden Akito i Nohadra kommer från olika delar av världen. Oavsett sin benämning som assyrier, syrian, kaldier eller geografiska tillhörighet samt församlingstillhörighet. Även ADR-martyr är från olika benämningar av vårt folk utan skillnad, och detta utgör en trumf och ett seger mot de som skapar konflikter. Assyriska demokratiska rörelse Stockholm 12 april 6773, 12 april 2023. Tack så mycket. بسم الله الرحمن الرحيم. تخارت مولادة هما شئ إلي خيومة خادوتة وخملانة
واخنت كبيشخ لخا دخادخ وخملخ وزيخخ مولاد الزوعن طلبخ من أمنت الموخبتا سعاد إلياس بيقالوا مهنيانا مقروالا غذا زمرتا أمتنيتا خاجق بخيلاني قا أمنت الموخبتا عن يهل البانت عدامات أبسين يا صبي يا دخلات
يوم يوم بورخافة نهضو غدا متواطئ
عاوية لبن أريا هوا الدخل بيا شبخنا دم مديا ما أرم لقات مش بيا سو عاوية لبن أريا هوا الدخل مليا شبخنا دم مديا ما أرم لقات مش بيا ويا مليا مردوثة قمتو إلى بغوثة والطيلة كانت بغتة شاغل قاتة موتة ويثم لثم مردوثة قمتو إلى بغوثة والطيلة كانت بغتة شاغل قاتة موتة بسيمة رابا رابا أختي بليس خاتش براب جورا قامانا أن بسمة لخوتي لشركة أخونا زيزا رامسن وخي قنوخن وخي زوعة قبارة حل أبد خيتهم مطمخ البونتت أربي وأربع شنة شد أست الزوعة وقاصخ الكيكة خادوتا وبطلبخ مدرة على البيمة البقدة المنتل مخبتة سعاد إلياس بيقالو زمران زمرياثة الزوعة خييتو
بنك ما دقيقة قلبت من ديسة نهضرة قد
خلص دويت على بشار الخكمة إلا تهيب وقونو هذا راقو دهوك هم زو مخانا خبران الله كن هيوي إتلن هم شا هاوي تون خدي وبصيخة من تيانة وبيزو دم كل من دي بالصورة بأثرة لقطيتو إنه هم من هايف شغلتا ويولتا من بنون أثرة من أثرة بكانة بنون أخو من بناتوخن إن هاوي يصورة وخشتا وتيتا وشغلتا ويولتا من أثرة روخيه بتو يا خيلنزا ليه هاوي هذا قد تشري قمر دوياتا نخراي أبن إلى ألف الطشمتا قد اليو بربزغ بدنيا إن هو قشرة هو الصورة قايش بين أمر الصورة بأطرة إليخا خيلة روخنايا قبنون ابناتن قد ينهي إتلا أمته وإتلا أثرة وإتلا مردوتها وصيرة إبادية أربديد أنا هاو من كياني بخيوتها جو يوروب جو أمريكا بيكتين بخايا إن الصورة بأطرة إليخا من دقاني خيلة خيلانة ورادو زي إختو كاسا إذا ناشا لتلي خا برنسبل خاك مشرشت هيمانوتا وإلى رابع قلولة بداية الدنيا خيوتا لتلي شو تارجت لتلي شو برنسبل إن إليخ زالة وزايا أثرة وزايا أمتي وزايا أثرة بريشت الرابع إذا أنا أقشرة لقطة بتخمري روخي خلان تبتويا وكلياتي خلان تبتويا قد تشمشتت أمتي تشمشت ضبوط أمتي دي مدري تالين هوا بسي مرابا كل وقت كاديرة وأمرخ باقدوت قاطع اسكندنافيا كشرواتوخون قبل خانانوخون بصورة إي وقت مرميتون مزيديتون الشوية بالخانة وعودوتا وكشروتا القطنيفة أمتا وزوعة الليدانة من كشروات أمرخ لها الصورة تامة بسويدة من قبة من فلطقاية وهرادو زي من بلونت أفراتية تامة بخاية من ملت خيانة فريشا إيد من بلونت أمتا قلت هو يغضى أمتا مطوكستا كالي الأقلة إن أمتا ليلة مطوكستا هم شبربستا لو البرشتا وشمطة لخاشا أخني إختو كاسا أخزوعة مصيخ بارخ لأي روخة بأمتا قد إدي يشتغرغ بداية أمتا يوثن إخصيرة بداية أمتا أطراية كالداية سوريائية لا برشي لما غضاني يوغ بنون دخضى أمتا خيادة أمتا إلي نيشا قاما يا زوعة وخرطهر منا منا ديها البت زدقن أمتا نائي زدقن مرضو تنائي زدقن فرطقائي وشوتا بوتا وشاري كوثا بأسرة أخذن إتون خخيلة خلانة قا أمتا تاما سندانة قا كوتاشة أمتا قو أثرة سبارتا إتلم منا أخن سبارتا إتلم كلها طوكاسة براي أبنت إلى شيء شمتيلة أمرق الجالوثة إنا واليثة ليه فرقيتون من واليثة نصوب أمتاخون نصوب أثراخون خمسايتاخون هالبات برموية خلا خيوثة زامتي لطاما إنا مدري إتلاخون دانا مليان تاقت شبت تريو ماني إنخايا وما هولا كن كشرواتا قواية وقو أثرة طاما قو أمتن وقو أموات خريدة طاما خلي خيطة مباروخ إنا أمرق تخارد أربي وأرباش إنا شد أسل زوعا قد مصي اللي قدين يومان عسقا يومان ادناشا لمسا يومار موريشا قو أطرا إنا كشيرة ومهمنة مشت السانة زوعا بس خاني أول وقت كالخ بصالما قو باتت شلطانة فاشاية دكتاتورايا مشت تسلن زوعا ومر هذا المدرم صيلا قد قانخ لي أوبوزيشن عراق قد بش خبيلة بغلا أمتا مخاهي يوتا مخزبوتا وصالخ عما عمي برقل دا أمرخ لي شلطانة دكتاتورايا شوبينايا قد إديو بغزايتون صيلا شتسخ لخا أقليمة جو أقليمة أخشو متابي خطا جو أقليمة تيلي من فنوثة سورية تاريشانة سوريايا جو أقليمة بشتا مطرشاتي إمائي ورادخ إخيروثة إروخة شمطة أمتن دوا وشمطة من فرمن سميلو لاخا خلي خيطك ليلة الأقلة برناشا برون دي أمتا كان الأقلة تامر أخنا زي إيوخ أخنا زي إتنزدك لو حكوتك دوا أخرى ليه وقتي بكري قبيت أبخا ليه وخ بخايب منتا قبيت أبخا أو أثر ميلي شريك بشو تابي قرقم يقري لأي شريكوتن أخنا أختي أمري طلخخ مني كت إيلي إن بردت إن قربيا طلخخ مني أختي ليخ بلاخك سلي ليه طلخك سلي طلخك مغدادي خيروث الأثرة قديم قراطيوتا قو أثرة أخا أثرة مدينايا لا أثرة توديتنايا لا أثرة ريسيس شوبينايا أثرة ديمقراطية مهيمن بشويوتا وشلامة مهيمن بشاريكوتا ديو إتلنسا كونستيتيوشن دستور لينا ديو إقيبة لينا ميقرر لي هل هي دقيقة خيلا مخايف قد أخنا أن بلو إتنا بالدستور فشي مثل إثوتا ميقريدة ودوقي إبباي
خاطوسا يومنا خنطوسا يوم خرمت الشتافي لا طوصة تريد قانون الجوبايلة طوصة ثلاثة ما اشتمت ديال زورة أخنا الخيشن الفدرال كور دخل دو قانون أمر خلا منيسيبالتي باج إلى مور الجوادية خمن دي لسه شو لبدو قانونا أو إلى ملوغة تربسر بتشتافي يوم تسري تريب ياخد بتايلة يوم الفدرال كور هلبت إلى دام محكمة دي لا ديت شكيفة دي شكلها أنا درقل رئيس برلمان وهنا قدر زبتازخ من مشتمت ديال الزورة قدر زبتازخ وتقارون قوباية أن كل مرض داني سبرت أنا من نوخي سنداني هاي تنقل دلنا سبوياتا وهلبت نتوخن إلى قال الخي أخرى خام عبدانوتا بسمتا قال خير أمتا قال خير أمرت للنيشة مرم اللطين إلا نبشنة بشنة قام تممت دلنا نيشة والياتا برقل أمتن خلي ختم برخنة خار دار بير بشنة وكم تدمار مرخت اللوخن وهر هذا زي أكيد وبريخ اللوخن وخي قانوخن موريتم خال رمشة بسيمة خرمشة طاوة هاي تخاري بسيمة قالوخن بسيمة رابا رابا لدي أفرشة هاو خمينا بمزيختن بقاها بورسة مخديانتا هدية بهاوخ أمرقدن شبيرة دمقروي لقاتن جودة رقادة شوطها بوتة آشور بناتي خلية خاماتي ومسوقنا بالوشتة شبيرتا وعم زمار المخبة يوركي سيزاريا وطاقتو ومضاماتي وسيمة Thank you.
شاي يا لتنا خيا جان وخا مانا مخبقي جوارجي تو عمل يهل البنات رقدة هدية تيلا دانا أورخ الدنيا مشوخياتها ورخشة بالسيمة عم خبران اهم شوختة بشلي كتيوة بقنية ما خورة أنطوان توما باردون رابي كنشا رحيمة شلاما بلا دين يومانا عال كاتا دخرانا دخرانا عال خاد ديسن ريش الشاتا أطوريتا سوهيتا كلدانيتا ترين مولادا الزوعة قبا أمثانايا ديمقراطايا أطورايا كاتا عال قطلة دعما ديان بترابتين بشلوة دينوي أمرينان لي سيفا أو سيفو نيسون يرحب سيمو بهوسم طالت حاية نيسون يرحد شلومو به شمشو وقاني فايو كمو شوفر طالو صفرو بحزوة دوردة شوشاني من سوكل سوكو سفري فرحن بينو ثقيلوني نيسون مولودو تحاية حاية حاثة ببريثو نيسون مولودو جايو شورويو شاتو حثتو نيسون مولودو زوعة نيشو زوعة حيروثا مينو حوبو لو أرعو حوبا الأثرا ويرثوثا سهدي زوعة شريرة سهدي زوعة شريرة الهون رومو دهدي روثو الهون رومو دهدي روثو كلهن طرقو دشرورو كلهن طرقو دشرورو وهدرو شافيو بكيلوثو طاكستو طاكستو وسهدي وزوعة طاكستو وسهدي وزوعة نجمور بقدمو عام فغرو جبلوا بالدم مع الجسد هو فرقونا على الأرعو ونردي الوت شبحو كبيرو لمحور لمحور دخرونو تسيفو لمحور دخران سيفو دخران دعاما بطر عبدين دخران شحيق وعفيفو وماريرو علبث نهرين قتلو قتلو وموتو بغو شلو قتلو وموتو بغو شلو بشلو ننلو قطيلينان بشلو ننلو قتلينان ومن سيمل ومن سيمل الحوتو أحو ومن سيمل الحوتو أحو أدمو زويح بيت نهرين شلومو شلومو المولودخ زوعة شلومو مولودخ زوعة جابو تقصد أو يوثو شلوم لخ زوعة جابو تقصد أو يوثو دخرونخ تهيرو بأرعو دخرونخ تهيرو بأرعو وشمخ فريس بكل دو كوتو وشمخ فريس بكل دو كوتو شلومي شلومي السهدي وقولوسي
شلومي سهدي وقولوسي وزهيوتو الحوبوت أمثو وزهيوتو الحوبوت أمثو شلومي من ليبم طقسي العامن فريسو ببريتو شلومي من ليبم طقسي العامن فريسو ببريتو تودي الخود تاودي ساكي مالفونو ما حوران يديدو مشوخت تري إلى ملوك بيشلوكتيوي بيات مالبانو ما خورا صبري إيشو باقنون رابي مقرأ قريتة مشوخت باروخ بن دخرانة مولادة زوعة ديمقراطية تورايا أربيو أربع شني وهم شهاوي بمنتيتا وكوشارة قنيشن امتناي بيشي مغمري قام شختا كتيون يشخلبنا جو كل دخراني اديو ويدون قا دخرانة مولاد الزوعة صلمن قارنا بسورة وبعربي قد بيشا برميتا بصباي صلمن تصور صلمن خست ودلقرتا تلقى ومطرة تصور شتاء من دون برد ومطر صلمن ختدأ دلنشم تباسمت وزمر الطيرة تصور ربيعا من دون نسيم عطر وشد وطير صل من تشرية لا طرف طير وليلة شمشي سارة تصور خريفا بدون تساقط أوراق الشجر وليال من دون ضوء القمر صل من خقيطة لشمش سبيتة وخمة يقورة تصور صيفا من دون شمس صافية وقيض وحر صل من كل أقم وشخلاب لاهت خارة تصور هذه الفصول كلها من دون هذا الذكر أبك بشت لخ المقرو إيقارة وهذا التجمع للتمجيد مع الوقت كبر المزايوخ مولادة زوعة آتورايا ديمقراطايا مشبخة والاحتفال بميلاد الحركة الديمقراطية الآثورية الأغر وقاته من لبة قريت الشيرة وله من القلب نقرأ الشعر إن سونغ تيل فريهيتن دو إردن فكرست يوفيت دو إردن ديرست يبادن Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågarna, som sparvarna, som blommorna på jorden. Du är min tro, mitt hopp och min kärlek. Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina axlar. Mina händer och min glädje. Friheten är ditt vackra namn. Vänskapen är din stolta moder. Rättvisan är din syster. Freden är din broder. Kampen är din fader. Framtiden är i dina händer. Aiwa. شفت قزوعة برسة أربي وأربش النقشة تستي مختمري هما شبا يخلف منتيتا وكوشارة وقا كلي هدامة زوعة خلمانة طاوة وأمينوتا بسمتا بسمتا
بسيمة رابا رابي صبري شيرة وشخياتي بسيمة شيتائيد كي سبرخ وبالهي قوتا شمغ بط أطرا بنونة دقمتا من آني دقيوة بصغبرتا الأطرا تهاقيلا بود يومان دأكيتو يومان بريخة ولامث نشيانة بتشعيت دقمتا بود مشارخ مملا عم يوقرتا مها شمعون مقروالا مملة خيادة شوتو بياثا آثوراية بهان فرسا وبود غزقيا الأطرا بغدن رابيها السلام عليكم مش مدحو يودا وثرايا بسويت كمونو شاتو الأربو أربي برختو الزوعة وعم ألفايو إشني في الحون وطوبو كاشيروثو تشغلو مرالي مشغلونو بسويدي فايش غالي يدي قدويا بسويدي أزينا ولو أثرو محتفلا بأكيتو طامو أبيع المشغلونو إشمو على منحزيلي أرخ شايدي مني tack Zoa för denna inbjudan. Jag har verkligen förmånen att närvara idag och fira med er 44 år tillsammans. Zoa, en väl etablerad och stark organisation som är mån att bevara tusenårigt kulturarv, mån att bevara och tala vårt språk, mån att göra sitt yttersta att vara kvar i landet mellan de två floderna. Eufrat och Tigris. Tack Zawa för ett varmt och hjärtligt mottagande av oss i Nohadra i Irak. Ni fick oss att känna mer än välkomna och ni öppnade upp alla era dörrar med stort värme och glädje. När jag var yngre hade jag en dröm om att få uppleva Akito i området där mina historiska rötter och civilisationens vagga finns. Den drömmen, den blev verklighet i år för ett par veckor sedan. Som jag har längtat efter denna resa. Första resan till irakiska Assyrien är precis så som jag har föreställt mig. Den var fantastisk, intressant, omtumlande, samtidigt sorglig, otroligt glädjefylld. Allt på en och samma gång, precis som när man dricker en cocktail. Nohadra, Zaho, Dalabron över Chabor, byarna Simeli, Bagheera, Runta, Korekavana, Alkosh, Zawaberget och många, många fler platser som jag besökte under denna vistelse. Att fira det assyriska nyåret tillsammans med tusentals andra assyrer från hela världen med Zawa i spetsen var en fantastisk upplevelse som inte går att beskriva i ord. Bland människor som känns nära i både livsuppfattning och tradition, dock med helt andra levnadsvillkor och utmaningar. Jag är så uppeligt tacksam för alla lärorika möten och upplevelser under dessa dagar. Jag har samlat på mig minnen för hela livet och mest givande var alla möten med generösa, omtänksamma och starka människor som trots svårigheter har så mycket mod och styrka att kämpa mot orättvisor och förtryck de utsätts för dagligen. Det varma mottagandet i skolorna som vi besökte och att se alla dessa fantastiska, underbara barn som kämpande i lärandet i vårt eget språk. Det var ju otroligt glädjande och fantastiskt att se. Vi hade många lärorika diskussioner om olika biståndsorganisationer, om vårt alfabet, om lokaler, om lärarlöner och den ekonomiska situationen som barnföräldrar har idag samt brister på administrativa instrument som skolorna behöver för att fullfölja och göra verksamheten till fullo. Det som gjorde resan mest värd var inte platserna och sevärdheterna
utan det var alla möten med alla dessa människor. Trots att vi lever under helt olika förutsättningar så har vi mycket gemensamt i mötet. Känns vi både nära i tid och rum. Det ger hopp om att vi kan åstadkomma något positivt tillsammans. Och om vi upprätthåller kontakter över landsgränser. Jag ser fram emot att inleda fler samarbeten. Men inte med bara Sa'ua, utan med alla organisationer som vi företräder vårt folk. I syfte att tillsammans arbeta emot splittring. Det är otroligt viktigt att vi håller ihop, är sammansatta och att vi arbetar mot en enad folkgrupp. Stort tack till gästvänligheten och alla intressanta och givande diskussioner vi har haft. Jag vill önska all lycka och framgång till alla som kämpar för frihet och rättvisa och utan fattigdom. Ett fantastiskt Akito-firande är det som jag kommer att ha med mig genom resten av mitt liv. Och kom ihåg att tillsammans så gör vi skillnad. Taudi, tack. Taudi ساقي مالفوني تو ما هاشوما. نطيل خبر اختقات من شوتابوت عاشور. باروخ هنات خارت 44 شنن شد أسد الزوعة وبطلب هنا من تيتا قا زوعة بباقدوتة وهدامة ولوية ولوياتا هاي بسيمة وبأخنا زي ما رخاوتن بسيمة وبطلب شوشات ومن تيتا قا شوتا بوتة آشور بباقدوتة وبهدامة كله مملة ترئيلة مملة خيادة نشئة ثرايا مقروالة قاتن يقرتا زكية كانسو باقدون هذي ساقي شلوما على الكليخو إنو تمثلونو حيو دوثرو دانيشي دسويت لكدرونو علومة ملود ملا يحورو مها تودي مها لخبر دمالخ كليت طوو غربي باسي مي مليبو إنو كتلي كمو سرطوثو دحنا استدازانو الوفرو أبعينا دمحوينا أرخ شيدا أي دربو من لاقينا و بشرول افتحي كل الترع قمينا يومي تشعو يوم ما فتلنا عمية هاني جماح مالخينا عمية بحاية ذن كله بقميتوك بعون دمونو الفبريخة 44 تزوعة اديوما ديوم ايضا طلبونو كشورو رابو لما تلوني حاب حمنية تكتني هركي بسويت ديلونو يث دبريثو كولا وتوافرو كلي نعرق له ثيك مجدلي كل يوم وكمجدلي قدري عايشي ما مملي ما دوسات كيتو علي خد حزيت تركي سرطافة أزانو تلوثو عسري بيرحو دا تلوثو دا عرينا تري بيرحو دا نربو ويومانو بشرولو يومو رشمو يويو بيمديثو دنو هدرا ليبي دمونو أرخشة تحادينا قد كزي ساعة بحلحصة كولق مبيتو تزوعة دوري بدوري كل بطرح ذوذي كم هلخي أني ثوثيذا بدوثي يوم بشرورو لقدرونو الطعيال رخشة غلبي غلبي باسيمك ميوماو مالخينا دات هركك حزيتو سيميلي ديشاتو دان 1933 طعمه بصورته بلكك ما حيو غلبي طوطو اللي دينا قد كزوقيو دكتو عفرو تلي يا عليتو يو سلق بباسو هوت قدرة القتلة وكيتو ها بدي ذا بوتي وقاود فلق دي درتاي ذي ما حتى ديرك لكذا عنو ديرك من يو دجاريا وها بدي ذي ما حتى تيل مزنقرو وما حتى قفلو كي بتركي لو يعلي ادنوشو القدر عبر يحاوروا به جعابير وملا لجيران تحام بوتي وملا عيلا قومي تفتح لنا وطرعوا تقدرين عبرينا طعمو سو هركي دكتو بشرولو دك ما كولانيو نقد كلنا طعمو ولتلن مونومنت قيمو طعمو هركي كبعونو
أحورنا كلنا لكمك في دمينا إحنا سريوينا أوثروينا كلوزن محتينا دحثو تعب دقينا ترعي 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 كل يوم كبعي هكي بوريفي وكبعي بوافرو هركي صرتو دعليمي دي مدرشتو قميتو دعبرينا وسمى لنا دخرونانو بشلولو مفسحو ثباخينا لا دعينا من دمينا لي وأقف وما درشتو أأمن كل بلشونو ديمو كمقرنة وهانو ميدي غلبي رابو يوم مصاف دوحا هوليس تكوثن لبث صوبو قورن بلشونو ديمو كتلان شبهورو بميدانو تودي نستا هركي ومدير دو مدرشتو يوم حزيتو مدرشتاثي بقاو نهدرا يو كيتو تلوثو مدرشوثو نهدرا إشتار وأكيدو أتلوف مدرشاني زريلا وهركة ونومدود كتير اسمه يوسف كومر ابنياثة دعده ذكردو إياه ومر الله كلوزم نفقيتو لكذانو أيكوا محتينا أما ثنا عيمديدا دكتو كيبر أم حذوه ما عمرنا اللي مدرشتو كنطري وكبعي باصوت قدري مبلي أنا عملي مدرشته ولبيته أنا مثبابي لاتني زنجين ومحتاج عشدثة 300 دولار قث بيرحو خد مليار كأكثر كمحيولا يحاورو بهيجات كتنة كل بلشونو ديمو مبيولا دشنة قنية وطنبوشتر لنا عمي كأركم بربزيلا نستا وهركس نقحيته أنا عميني نستا هركا هولا سعروثو لحيو دو دعلي موثوت كتيو بزوعة بشرولو عليمي غلبت كتني كاليا جعر غلوثي غلب امثنوية زيت مميدي دحنا كتنا هركا وبس لات زوزة دزينيو لبه صوبو هانو كيبا نسيمينا لميدي هركا كبعونو بليبي كولت فلحينا لتمينا لقينا الحذو ذي كموكو ريحلو ذي من كيبان سيمينا دقنا عيماني دلفايشي ببيتو دزن لي مدرشتو إلو ويلفونو ميدت كبيلا يقرو غلبيو هركي كحزينا السكرتير زوعة نينوس بشرولو مستقبلا غلب باسيمو يعتفينا أعمش شحثو كاملتو ويبعو ثيذي لركي كلوزم دقينا أترعيد أوريفي أيو برلمانت ما علينا وقولو كيتو نقصانية علينا هني كمي أحنا كنطرينا وفرو كرحمينا وفرو بس أعليخو تكتاتو بأثراوثو ديمقرايوثو كنوفل دقيتو ترعي دجل معليتو وقوليبا هركي دكتور كتيو إشما سرسم بشولو هركي بخيونو خعادة ملفونو يوسف محكيلا على سرسم كتيو مديثو مليثو دومي دحابوشي أحابوشاني كله كميثي نوشو لدولة القدرة دمعون اللي وكله بقريثو لتشغلو نيشي قوري حزيلا بوليس دثي دك نطري ليبي محكيونه مشكل ضعيف وإحزي تاثي حزاته ولد كتفة راحته مبريثه هنجي كتنة مكملة عملة كروبس برندا بعي كلوزم عونينا إقري ثاثي كيبا نسمينا فابريقة تسيمي أحب وشانك وعامد عوبت بيا تقدري عايشي وتفايشي بوافرد نطرينا لي هانو ميدك دوي غالبي طوو هاركي كيت صرتو حريتو دمر لنا نحورو يوسف توخو حورو مقا فرديسو يقري ثيدي كبعنو تفايشينا بيا ورامح لنا قوعة ممان تقاتل زوزة الدوثة طوري يدكثو هانو ميدي قضينا معودينا بويو فايش هانو بشرولو بليبي دينا قدم للحورو لفرديسو باسموت كتلان هاركي يونا دام كان بشولو أبعينا تحزينا لمقمحنا داركد أكيتو يحاورو بهي جاملا لكو وحاضيرو ديو مدوثيتو بحزيتو بس أوني نصبو بيتو تزوعة اللهم عملي لقينا بوه بعزت كتفي بنالا قريثو كتفي شما بنالا
مستقبلنا نغلب شافيرو مش غير عمانا زيت مش شحته وموخا كمونو هولي لشدويو دعودينا عم حذوذي بمنطينا أنقز دو طلب ديذي لريشوت قدرينا دهن سدون في صحوية لو كنقا بما حيسي بكيفي وقطري ما كوونا وعيقوثو تكيتو علي أما ميلاني كمونو نقاح التودي ساقي لزوعة يونادا مكلنا ومدى دفرق لي طامو كموسك وعامي ذي غلبي قويو وما صير أنا بحذوذي ولا ليو دأكيتو وعمثي مهالخي برضيتو شحثو فلقي تحكمي ببيتو تزوعة باش دمشارن ويومو دأكيتو بثر طاعيري بولا الياو وصفرو بحذ حصار نقحيتو ما تغطر عانو عم خبران كمان خطاودي مفتكير بوميدي تقدرينا سامينا عم حذوذي ودايقينا الترعيد هاركي كل يوم تنخروي دفولي تقوي وزغبثنا كله لك ما كفي دمينا انه سرييتو وثوريتو كلديتو انه بس بوجودة بجدالة وبدحثو يود قمحوي وفلحونو حا ايدر بوكسي عملي تودي غلبي تودي تودي مالفونيثا الزكية الأمة من لباسيمو وآه إلى واليتن كلن أبد إيوغجو معروة إلى واليتن أغبنونة وبنات آه أمتت بلخخ وسندخ ومقوخ الأو قشرت إلى بل معروة ومدنخة وسندخ قبنونة أمتن دينا خاية تامة دينا قراية ويا بلشان ديمة تامة تودي إلى أخر هدي أباوخ عم خام شختة دهما شئيتن برسوبي أبن شانو ينام دن خي وخاشن الخي أبدينا إينا خبران وخاينا عمان وتخرني وخاي لعمان بريشايق يهد خيومان إدلامت نشياني أهم شوخ تتقريانا إلى دمناخا ما خورا ميخائيل داود تخد شما شبخانوتا قازوعة ديمقراطايا آثورايا زوعة جبارة من طور لطور شوارة جو خقلت بلا شوارة الكل خادجمن بتوارة لا قامد لا هج ديارة بلبا خدية بزمارة خبر تشعيت المارة بد نهر عمارة بمارة جو شويلة مرد اخدارة زريزة وقميطة بدورارة مدعوية قاتن شرارة بلشانا بيلبخ جمارة بتقاتي يوم أخوارة قاد خازخ جورة بهرة وبخلصخ درد ومرارة بزونة روازة وخورارة بني أمتن زوعا خقارة بتبرقخ من شمارة آتن بريمة بدومارة العالم شهرخ بشهارة عالم نخلة مناخة ميخائيل ممو وخايل هما شأمن ميخائيل داود إن مدخلي أول فرصة فقرة شو لم فارغ أول يهود من كتاوي خي يا ريخي قام ملفانا ميخائيل ممو ومياخة قام ميخائيل داود مبلغ خرائي إيلت ميوقرتا سونيا أحوم دبرنت شوتابوتا أشوريتا جوسو درتاليا فقنو رابيضا شلومو ودخرونو بريخو دنر بوار بيشي طلبينا زوعة وإن شاء الله موات إشني كوشورو تفلحونو ميكم الشاتو jag ska ta det kanske på svenska så alla förstår. För ett år sedan så var jag precis här och då var jag precis hemkommen från min första resa till Irak för att fira Akito. Och som mina väninnor precis beskrev det så var det en upplevelse som inte går att beskriva i ord. Man måste uppleva det.
Och den gången var vi fem personer som reste privat till Åtrå. Och där mötte vi människor, upplevde platser och det fick oss att ta med oss de upplevelserna. Och som ordförande i föreningen, Assyriska föreningen i Södertälje, så har jag sedan den resan fått många som vill göra samma resa. Därför ordnade vi i år en resa, så att från Sverige var vi mer än 50 personer i år. Och jag hoppas nästa år att vi blir 500 personer. För det är så här, bara genom de här kontakterna mellan oss, mellan våra föreningar, mellan vårt folk i hemlandet och de som finns i diasporan, som vi kan bygga upp ett mål, att jobba för ett mål, att en gång att vi alla ska kunna finnas i ett fritt Assyrien. Det är alla våra mål. Vi vill inget hellre. I år så var det väldigt många grupper från hela världen, kanske fler än förra året. Vi var kanske 500-600 personer som kom, grupper från Australien, från USA, från Frankrike. Alltså det var en upplevelse, Ryssland var det, Moskva. Alltså det var en upplevelse att se, och att vi alla har så mycket gemensamt. Vi talar samma språk, vi har samma, som flera av er sagt, samma bakgrund, samma historia. Samma relation till vårat hem i hemlandet. Så att det förenar oss. Det gör oss starka när vi möts. Och jag tror på det här mötet. Vi hade en dag, till exempel så besökte vi många av våra ruiner. Även om många ställen är förstörda. Vi har sett härjningarna efter IS. De har borrat i ruiner som har varit där i tusentals år. De har förstört. Men fortfarande så finns det, var du än gräver, så finns det minnen efter vårt folk. Det är, våra rötter finns där, oavsett vår koppling. Hur mycket man suddar bort, försöker byta historia, skriva om historien. Men våra rötter finns där. Det går inte att förneka. Det går inte att blunda för det. Så att omvärlden kommer att se det. Och inse det. Och det är det som är så sorgligt. Att det är inte många försök att skydda de här ställena. Vi var i Gennes. Vi var i German. Där liksom otroliga monument finns kvar med kanaler, vattenkanaler som Sanharib, kung Sanharib byggde för 4000 år sedan. Men istället så använder kurdiska nomader där de till att sina djur ska beta på de platserna. Det är sånt här som gör så ont att man inte ser värdet ens internationellt att skydda de här ställena. Ett minne jag har kvar med mig, det är när vi kommer till den här liten by Belmont, som är en av de sju byarna i Nala. Det är två familjer som finns kvar i den här byn, och de försöker med alla möjliga medel att vara kvar där. De vill vara kvar där. En ung man har öppnat en liten butik för att kunna sälja och leva, få sitt levebröd, kunna försörja sin familj. Men han får inte ta in några varor i den här butiken. De påstår, myndigheterna påstår, att han säljer till PKK. Den här byn ligger precis vid berget.
På ena sidan är det PKK, på andra sidan är det peshmerga som råder. Så de är mitt i elden och har överlevt genom många slag och utpressningar och allt. Det är sånt här vi måste få till omvärlden, precis som Zakia säger, att vi måste få ut det som händer där. Det är genom de här berättelserna, genom de här faktiska, den vardag som folk där lever, som vi kan få en förståelse. Vad är det som händer? Utåt så säger de, det är en demokrati. Alla har minoriteter har sina rättigheter. Men i praktiken, det finns lagar, som Jonathan Kanna sa, det finns lagar, men hur fungerar de i praktiken? Hur tillämpar man dem? Det finns en rätt att man ska kunna använda sitt språk i myndigheter, i precis som vi har nationella minoritetslagar här, så finns det där. Men de följs inte, och vem ser till att de ska följas? Det är sånt här som vi måste få genom kontakten, genom att besöka varandra, genom att ha regelbundna samtal om det här, som vi kan uppmärksamma det som händer där. Så, en kort bara, men jag vill verkligen tacka för det här tillfället återigen. Och Teodioto Sagi, Lisminoto, Nakahreto, och Kushoro Filhono. Tack så jättemycket, kära Sonja. Min kamshok be maqaman al mukhab be madrab khatmi ahzu ya khab khazmirta shawtatta maqruw khub tayboot rabta min kull okhn tehdr okhn suq okhn ahzu ya khan وبطيبوتا قا كل اني شو تبلون بمملي يان بزمرة يان ماخورة بخبراني يان دست رقادي وقوبة طيبوتا رفا قرتا إلى من شو تابوتا آشور تهماشا وينا سنداني وبتيخة آواني وهي رقا كل برسدة واتبني أمتال هاوتو مسي مرابا كل اخن بغابق شوشاطة ومنتيسقة كل اخن امينائي وهر هذا مقروخ بارخ باروخي وخ مولاد الزوعا كل شيء وزوعة بقلبت قلب خادوياتي خييتون وخي امتن وخي الزوعة دانان دي بسيمة عن زمار المخبة وخشو خير طلبوا خن زماري أرمانتا مخبتة سعاد عم ألبرت ويليام عم جيكي زاريا وبقدم
هالبن أولاد زرعها وبريخان وهايتو كلهم رابا بسيبا قدرتي وهديرا لخا أمان على بارخ لهم خيطة على هماشا زرع على قامة ومتتا لان قل قوبة طيبوتة من شتابوت داشور دهما شكليتا لأمان وزياخ يقول كل خادوياتا أرهاد أفزا بابخ كشيروتا في سوريا تيغا هاينتي لهم شكلي تعمل قد منضي على برقانا وكل دولة بس في مرابل تيتا خود لنقوبة طيبوتا منوخن كل أخو كنشا خبير